اليوم النهاية ديال رحلتي في آسيا بشكل رسمي. رحلة اللي دامت تقريبا 20 شهر. بالنسبة لكم ما زادي نزيد نسافر، يعني ما دي تبدلوا والو، ولكن بالنسبة لي هذه الرحلة ديال آسيا كان عندها واحد طعم خاص. نعطيكم مثال، فاش كتلقى واحد المسلسل جديد، فاش يلا كتعرف على الأحداث ديالو، فاش يلا كتعرف الشخصيات الرئيسية فيه، يكون عندي واحد الطعم خاص. هادشي بالنسبه ليا، وهادشي كينطبق على الرحله ديالي في اسيا. مازال غادي نزيد نسافر لدول اخرين، لقارات اخرين، ولكن الرحله ديالي في اسيا غتبقى خاصه، حيت كانت واحد الحلم من بعد ولا هدف ومن بعد تحقق. زرنا فيها 12 دوله، ماشي شي حاجه بزاف، ولكن حيت كل دوله كان طورو فيها، شفت فيها بزاف ديال الثقافات، يعني ماشي كل دوله كنمشي لها واحد الوقت صغير وكنمشي، يعني تعمقت في بزاف ديال الدول، خصوصا الهند، اندونيسيا، جوج دول عندهم ثقافات كثيره ومازال فيهم ما يتكتشف. هذه ماشي النهايه، ولكن النهايه ديال الصفحه الاولى من هذا الكتاب هذا، ولا الجزء الاول من هذا المسلسل كما قلت لكم قبيله. علاش هذه الرحله خاصه بالنسبه لي؟ حيت كانت في الاول غير مجرد حلم، من بعد خدمت عليه، رديته هدف، ومن بعد ولا انجاز في ارض واقع. وهذه واحد الحاجه بيني وبين راسي كنعتبر واحد الحاجه كبيره. مع الوقت طبعا كيزيدوا يكبروا الاهداف ديالك، هذه واحد الحاجه باينه، ولكن الهدف من هذه الرحله ديال اسيا هو انني نبدا السفر، ناخذ خبره في السفر، نجمع جمهور، وكنظن انه حققت هذا الشيء هذا، والقادم افضل ان شاء الله. ولفتني ديما كنسافر بالباك باك، ولكن اليوم حاله خاصه. علاش خديت هاد لافاليز هادي؟ حيت عندي بزاف ديال الحوايج، وعندي شي حوايج شريتهم، يعني داك الباك باك ديالي ما غاديش يكفيني. زيد عليها هاد الحوايج ديال الشتاء، حيت غادي نخرجوا من الصيف، غادي تكون رحله عبر الزمن. غادي نخرج من الصيف وغادي نمشي للشتاء. اول مره غادي نسافر بعد الثقل هذا، راكم عارفين راجع للمغرب اخوتي، راجع للمغرب. علاش هو كيتعتبر واحد اليوم خاص بالنسبه ليا؟ نشوف واش تبدلت شي حاجه في المغرب، واش تبدلت شي حاجه في المنطقه اللي راني فيها، واش غادي يجيني داك الشيء في شكل. حيت فاش كتغيب على واحد المحيط واحد المده طويله وكتعيش عاوتاني في واحد المحيط مختلف تماما، ماشي حتى محيط واحد ولكن محيطات مختلفين ثقافيا، دينيا، الاجواء، المناخ. علاش متحمس اني نرجع للمغرب؟ ما غاديش نطورو في المغرب طبعا، المهم ما نقدرش نقول لكم شنو هو البلان ديالي من بعد هادشي هذا. دابا نرجعوا للمغرب، نرتاحوا شويه، ومن بعد نشوفوا شنو هو. والله الا واحد الاحساس غريب، متحمس اني نرجع للمغرب، ولكن في نفس الوقت ما سخيش، ماشي ما سخيش بالمكان، ولكن ما سخيش بعد المرحلة. حيت اليوم غتكون النهاية ديال المرحلة الأولى، الرحلة ديالي حول العالم. ما عرفش كيفاش نوصف لكم هذا الاحساس هذا. عارف انا راجع لبلادي، راجع لعند العائله ديالي، ولكن ما سخيتش في نفس الوقت، فهمتيني؟ يعني واحد الاحساس متناقض. انت مثلا كتكون راجع لعند داركم للمغرب، ولكن فرحان، ولكن في نفس الوقت بحال ما سخيتيش، ماشي ما سخيتش بالمكان ولكن بالذكريات. حيت ما قلت لكم هذه النهايه ديال الموسم الاول ديال ابره ترافلر. المهم باش ما نضيعش الوقت بزاف، نجمع حوايجي، المهم كنظن جمعت كلشي، بقى لي غا شي لقطات خفاف. هذه الغرفة اللي دوزت فيها آخر ليلة في آسيا، في كوالالمبور، العاصمة الماليزية. علاش جيت ماليزيا في نظركم؟ باش ناخذ منها الطيارة.
ماليزيا هي البلاصه اللي غنلقى فيها ارخص تيكي للمغرب من دول شرق اسيا. هادشي علاش الا كنتي كتفكر انك تجي لدول شرق اسيا، ماليزيا، تايلاند، اندونيسيا، المهم النواحي ديال ماليزيا، كنصحك تقطع التيكي لماليزيا، تجي تكتشف هاد الدوله ومن بعد عاوتاني تكتشف الدول الاخرين. بالنسبه للتيكي من كوالالمبور لكازا خديتها ب 469 دولار اللي تقريبا هي 4900 درهم ولا 800 درهم بحال هكا مع الشركه ديال الاتحاد، يعني غادي يكون عندنا الاسكار في ابو ظبي. بالنسبه للاثمنه طبعا غتختلف، راه كيتحكم فيها موسم ديال السياحه وكيتحكموا فيها بزاف ديال الحوايج. عطيتكم الثمن باش تاخذوا فكره على الاثمنه ديال الطيران بين ماليزيا والمغرب. المهم نوريكم الشومبر اللي دوزت فيها اخر ليله في اسيا، هي هادي. هذا هو الفيو اللي عندنا، ما فيو ما والو، حيت هنا عامر بالبيلدينغز كبار. عشان الشومبر ما كيكونش فيها بزاف ديال الضوء، اصلا هاد الايامات يعني في ماليزيا عندهم موسم الامطار ديما الشتا تقريبا ديما كتكون مغيمه، عشان ما كتكونش واحد الاضاءه في الشومبر. المهم نوجد راسي ونمشيو نشدو الطريق للمغرب. دابا خويا على سريه الاجراءات، هذه اول مره غادي نمشي شي بلاد بلا ما نبوكي الطيار ديال الخروج، بلا ما نبوكي الاوتيل، ما نحتاج لا فيزا لا والو. كتسنى واحد الطريق طويله عندنا 7 سوايع من هنا لابو ظبي، انا ريحت تما عندي اسكال ساعه و 45 دقيقه، وعاود ثاني واحد 8 سوايع حتى لكازا، يعني غتكون واحد الليله اللي طويله غادي نسافروا فيها عبر الزمن. دابا هنايا ماليزيا سابقه ابو ظبي، وابو ظبي سابقه المغرب في التوقيت. بحال كنرجع للوراء، بحال كنرجع للماضي. مرحبا بكم في المغرب، واحسن حاجه نبداو بها النهار ديالنا في المغرب من بعد العوده هي كاس داتاي. المهم قصه طويله علاش ما صورتش لكم، حيت عيد ديال بصح، تخيل معايا دار جوج طيارات 7 سوايع 8 سوايع، عييت وما نعش مزيان عشان صافي ما بقيتش قادر نزل الكاميرا. جيت واحد البلاصه هنا كل شي حاجه، غندخل واحد المحل الشعبي هنايا، والسيد طلع كيعرفني قال لي انا كنت لابس القب، دابا راه حيت حيت ما كاينش البرد بزاف، كنت داير القب، قال لي فايت لي شي في شي بلاصه سي مولود. المهم قصيت عندو، راكم عارفين المحلات الشعبيه عندهم، المهم خبز والبيض واملو، هادو حوايج باينين. تحيه السي مولود عرفتيني عرفتيني واخا داير القب تبارك الله عليك. لا باغا نجيب ديوك هنا، هنا اللي كتفرج فيا، هنا كاين التلفازه. بلاتي 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 اجي جرافي جرافي، داك الفيديو ديال الهند هو اللي بقى لك في دماغي. هذا المنظر هذا ديال ميلفاي شحال هذه بينو بينو مده طويله. انتم خوت فيديو ديال كامبوديا، اول واحد غادي يهضر معاه اليوم في المغرب. لا كنقول انا كنقول انا تكون هذا الصوت فايت لك شي، لا الصوت والملامح يا هذيك. تبارك الله عليك. واش تعرف انا كيفاش جيت لعندك؟ كنت باغي نقطع الترام وما عنديش الصبر. على حساب الصبر، جيت على حساب الصبر. جيت نقلب شي حاجه هنايا، بنتي لي انت وجيت ديريكت. جيتي من المطار، المطار الوازيس. مطار الوازيس. حيت باغي ندوز لواحد الدراري هنايا. ندوز عندهم نقعدهم عاد نمشي غدا ولا اليوم بالليل، باش عاد نشد الطرام ما لقيتش الصرف، وجابني القدر لهنايا تلاقيت بك. الله يعطيك السي مولود، ثاني ميرد. شرفي بك، شرفي بك، الله يبارك فيك. الله يحفظك. شكرا. نعاود لكم البلا اللي وقع لي قبل ما نجي، فاش كنت في ماليزيا جربت نبوكي الطياره من كازا لرشيديه، حيت باقي ندير نفس التراجي. فاش جيت اول مره فاش كنت خارج من المغرب شديت الطياره من رشيديه لكازا ومن كازا لبراد المغرب. دابا بغيت نرجع في الطياره من كازا حيت ما فيها لي شي تشيكار. ملي كنت في ماليزيا جربت نبوكيها، ولكن تعكس لي داك السيت ديالهم، جربت نبوكيها في ابليكاسيون في السيت في التليفون في بي سي، واش تبوكا ليا واقيلا واقيلا كاين شي مشكل في الاي بي. فاش وصلت لهنا وبغيت نبوكيها لقيتها عامر، اشاج خصني نمشي لريصاري في الكار. مريحت مع الدراري هنايا مريصاري،
Hello guys. You speak English, bro? Yes, very well. Ah, not reason why you speak Colombian. English. Allah you. Thank you. هذا على ديال احنا ما هذا هو اللي كيزيد من عنده شوف راه داروا محمد لاغر محمد شكرا تحياتي الناس الريصاني شنو دابا نتوما شنو كتقولوا الناس الريصاني الناس ديال الخير الكرام الحمد لله واش كبر عندك الصح ولا كيجيتيني بعدا كتهضر على راسك مزيان كتشوف دويس ابراهيم اسيدي مرحبا بك بلاد نحضرك معايا في المغرب وطريق السلامه ان شاء الله الريصاني طراجي طويل طراجي طويل وتنتمنوا التوفيق و ديروا جيم و بارطاج ديروا ابينو ابينو لا عطيك شحال من ساعه من هاري طاري قلت 8 السوايع وزيد عليها لا تعطيتي بزايده هي واحد 9 السوايع السوايع تقل ماشي 9 السوايع 10 السوايع نوصلوا في ريصاني ان شاء الله واخيرا غنصور لكم الاوترو ديال هذا الفيديو هذا من ما دازت عليه ديال بصح حيت الوصول ديالي للمغرب تصادف مع واحد العطله صغيره هادشي علاش الترونسبور كامل عامر ما لقيتش شي كار ديريكت من كازا علاش ركبت من المدينه للمدينه عاد باش وصلت لهنايا المهم نخليكم مع لقطه فاش تلاقيت مع الوالده هذه النهايه ديال الرحله ديالنا في اسيا من بعد 20 شهر اكتشفنا فيها ثقافات مختلفين تلاقينا بزاف الناس ووصلنا لبزاف ديال الاماكن اللي عمرني تخيلت شي نهار غادي نوصل لهم اماكن بعيده كنت غير كنسمع بها مثلا بحال بورما اخر حاجه كنت كنتوقع انني نمشي ليها عشان فاش رجعت للدار بقيت كنتفكر دوك اللحظات فاش كنت كنفكر في هذه الرحله هذه عشان عاد كنحس انا بداك الشيء اللي درت ودوك البلايص اللي مشيت لهم كيف ما قلت لكم بحال بورما بحال جزيرة سولاويسي في اندونيسيا جزيرة اللي فيها قبائل توراجا واللي فيها هذاك السوق العجيب والغريب فاش مشيت لهذيك الجزيرة حسيت براسي مشيت لواحد المكان بعيد في العالم حيت خدت الطيارة من بالي لديك الجزيرة ومن المدينة ديالهم او الكابيتال العاصمة ديال ديك الجزيرة لبلايص اخرين يعني حسيت براسي مشيت لواحد النقطة بعيدة بزاف المهم كانت هذه هي النهاية الرحلة ديالنا في اسيا وطبعا مازال غادي نرجعو ليها غنبغي نبدل الديكور شوية دابا السؤال اللي كيطرح راسو هنايا هو واش غادي نمشي لكوت ديفوار ولا لا الخطة اللي كانت عندي الفكرة اللي كانت عندي صراحة انني نمشي من ماليزيا لكوت ديفوار وبها نختم الرحلة ديالي براد المغرب لأول مرة ولكن صراحة فكرت انني خصني نرتاح وجيت للمغرب ومن بعد ما دوزت سيمانة في المغرب قررت انني نمشي دابا غادي نمشي ان شاء الله لكوت ديفوار غادي تكون هي اول دوله افريقيه ديجا قطعت التيكي غتكون هي اول دوله افريقيه باش نشارك معكم الاجواء الافريقيه عاوتاني انا عارف انها مختلفه تماما على الاجواء ديال اسيا علاش غادي تكون واحد التجربه مختلفه وانا متحمس لها صراحه كان شويه ديال التخوف ولكن هادشي غير بزاف الراحه فاش كتدخل فاش كتجي لهنايا للمغرب كترتاح صافي كتعجبك الراحه كتعكز فاش كتفكر مثلا دير واحد الخطوه بحال هادي تمشي عاوتاني لافريق وانت مازال يلا دوز سنه سيمانه في المغرب بزاف ناس كنعرفهم مازال ما تلاقيتش بهم مازال ما حسيتش براسي وصلت للمغرب ديال بصح حيت سيمانه كندوزها غير مع صحابي مع صحاب الدار اكثريه كنبغي ندوز معاهم اطول وقت ممكن راكم عارفين فاش كتمشي واحد المده طويله هما بالنسبه لي راه كيشوفوني في الفيديوهات كنحط فيديو فيه 40 دقيقه كيشوفوني بحال راهو معايا كيما كتقول لي نتوما في التعليقات كتقول لي راه كنحسوا بلي راه حنا معاك نفس الشيء بالنسبه ليهم ولكن انا بالنسبه ليا كنهضر معاهم غير ابي الفيديو مره علاش كنحاول نجلس معاهم والمهم الفيديو الجاي تسناو الرحله ديالنا في افريقيا المهم بزاف الناس غيسولوني شناهي احسن دوله شناهي
صراحه ما عنديش، كنت باغي ندير واحد السلسله ديال الاجوبه على الاسئله، ولكن جات هاد الكوب افريكا هادي وجات الرحله ديال كوت ديفوار، يعني حسيت براسي شويه مزير، ما عنديش الوقت باش نصور لكم فيديو صغير. اما هاد الفيديو هذا غادي يكون مختلف بواحد الطريقه مختلفه، غادي يكون فويس اوفر، غادي يكون واحد الملخص على الرحله ديال في اسيا، ولكن شويه كاين ضيق ديال الوقت اش ممكن نخليوها مره اخرى. المهم بالنسبه للدول صراحه اللي خلاو فيا اولا الرحلات اللي عجبوني ولا ديما كنتفكرهم في الرحله ديال اسيا، كاين الرحله ديال بورما، هي واحد الرحله خاصه بالنسبه ليا، الرحله ديال الهند طبعا، والرحله ديال اندونيسيا. ولكن اندونيسيا فاش مشيت لزياره سولاويسي كما قلت لكم هنا، فاش حسيت براسي درت واحد الحاجه صعيبه شويه. اما تايلاند، ماليزيا، فيلبين، سريلانكا، هادو دول مازال شويه ساهل. كامبوديا حتى هي شويه مختلفه، فيتنام حتى هي دوله اللي سياحيه بامتياز، يعني دول ساهلين انك تمشي لهم. علاش دابا غادي نرفعوا ثاني التحدي نمشيو لافريك؟ راكم عارفين لافريك مختلفه على اسيا، اجواء مختلفين، ثقافات، كلشي مختلف في افريقيا. علاش غادي يكون واحد التحدي، وان شاء الله تعجبكم السلسله ديال افريقيا. كنتمنى تكون عجبتكم السلسله ديالي في اسيا، وكنشكر اي واحد دعم لي في هذه الرحله كامله من البدايه ديالها، وانا خرجت من المغرب مشيت تركيا مشيت نيبال، فاش وقع لي مشكل في القنوات فاش قررت عاوتاني نكمل مشيت لتايلاند. اي واحد تفرج فيها من الاول بارطاجي الفيديو ديالي، ديما كيكتب لي كومونت. الناس اللي جاوا من بعد تشكر اي واحد كيعطي من وقته وكيكتب لي تعليق، تقريبا كنلقى بزاف الناس كيكتبوا لي تعليقات ديما، حتى وليت عاقل على السميت ديالهم اولا الصورة ديال البروفيل اللي دايرين في الايميل ديالهم. كنشكر اي واحد كيدعم الفيديو ديالي بكلمة زوينة، بلايك، باشتراك، واخا بزاف الناس كيتفرجوا ما كيشتركوش علاش ما وصلناش لواحد العدد كبير من المشتركين. وكما قلت لكم انا الهدف من هذه الرحلة ديال اسيا هو انني ناخذ خبرة في السفر، حيت كنت زيرو خبرة في السفر ملي خرجت من المغرب، نعرف ستي اللي باغي ندير في الفيديو ديالي، نجمع جمهور، وهذا هو الاهم. هادشي اللي كاين، تسناو الفيديو الجاي غادي يكون الرحله ديالنا لكوت ديفوار، غادي نشارك معكم التفاصيل. ما غاديش يكون الفيديو ديال الماتش، ولكن غادي يكون الفيديو ديال اول لحظات ديالي في افريقيا، غادي يكون شويه واحد تحدي كبير. غادي نشارك معكم الرحله ديالي من المغرب لكوت ديفوار بالتفاصيل ديالها، اللحظات الاولين، فين غناخذ الباص، فين غنسكن، الترونسبور، التعامل ديال الناس في اللحظات الاولى، هادشي اللي غادي تشوفوه في الفيديو الجاي. هادشي اللي كاين، نشوفكم في فيديو جديد، تهلاو.